أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من كيبورد، ونبدأها بأبرز العناوين. هاشتاج دمت يا سبتمبر التحرير يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. اليمني نشوان أمين يحصل على المركز الأول في جامعة الشرق الأوسط التركية. نجاح أول رحلة تجريبية لدراجة طائرة. هاتف ذكي بكاميرتين خلفيتين. في بعدها تجتاح الأشواق. أضيف فقرة الاستضافة المنشد ريدان الأبارة. مرحبا بكم. يحتفل الشعب اليمني في 26 من سبتمبر بثورة سبتمبر المجيدة، وقد بدأ ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي احتفالاتهم واستقبالهم للمناسبة من بداية الشهر، وكتبوا المنشورات الاحتفائية تحت هاشتاج دمت يا سبتمبر التحرير. نشوف الهاشتاج. ولسبتمبر المجيد أيضا تزينت بروفايلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشعارات مختلفة والتي تعكس الروح الثورية السبتمبرية لليمنيين. نشوف. هاشتاج آخر وهو سبتمبر يون، ولنفس المناسبة احتفل فيه ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي. نشوف التفاعل مع هذا الهاشتاج.
لن ترى الدنيا على أرض وصية. أما بمناسبة حلول الذكرى 27 لتأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح، انطلقت حملة إلكترونية إعلامية احتفاء بهذه المناسبة تحت هاشتاغ إصلاحيون لأجل الجمهورية. الحملة تأتي بالتزامن مع احتفالات شعبنا بذكرى ثورة سبتمبر. نشوف هذا التفاعل. التف الجميع على الطفلة بثينة وتعاطفوا معها في مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ بثينة عين الإنسانية. وبما أن الحرب مستمرة، كان لجنات نصيب من قذائفها أيضا. جنات التي أصيبت بشظايا إحدى القذائف الحوثية على مدينة تعز. تفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة تحت هاشتاغ جنات رؤية كاملة للإنسانية. في الهاشتاغ دعوا لتشكيل رأي عام قوي ضد ما يرتكبه الحوثيون من جرائم بحق المدنيين في تعز. نشوف التفاعل مع الهاشتاغ. نروح الآن للاستراحة نشوف فيها صور من إبداعات المصور وهيب شرف.
حليمة يعقوب أول مسلمة يتم تنصيبها رئيساً لسنغافورة بعد أن كانت في السابق رئيساً للبرلمان. حليمة ستتولى رئاسة سنغافورة لمدة 6 سنوات وهي مسلمة من أب هندي وأم ملوية. الجدير بالذكر أن حليمة يعقوب متزوجة من رجل الأعمال اليمني المتقاعد محمد عبد الله الحبشي. نستمر مع إنجازات اليمنيين في المهجر، حيث كرم الاتحاد العربي للعمل التطوعي بجامعة الدول العربية 15 من رواد العمل التطوعي بالعالم العربي. كان من بينهم يمنيان هما الشيخ محمد علي الحالمي، تقديراً لدوره في العمل التطوعي على المستوى المحلي خلال السنوات الماضية، ليكون أول شخصية يمنية شابة تشهد هذا التكريم على المستوى العربي. الشخصية اليمنية الثانية كانت الناشطة الاجتماعية سمية القارمي، رئيس جمعية العيدروس. أما نشوان أمين فهو طالب يمني درس الماجستير في جامعة الشرق الأوسط التركية وحصل على المركز الأول فيها. نشوان أيضاً تم تكريمه من قبل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لحصوله على مرتبة أفضل طالب أجنبي في المجال العلمي، وقبل يومين غادر إلى كندا لإكمال مسيرته العلمية، وبمثل نشوان يفخر اليمن. التكنولوجيا وأخبارها، والبداية من روسيا التي أعلنت عن نجاح أول رحلة تجريبية للدراجة الطائرة التي استطاعت قطع مسافة كيلومتر على ارتفاع متر عن الأرض تقريبا بحضور عدد واسع من محبي التكنولوجيا. أوضحت وكالة تاس الروسية أن الدراجة الطائرة عبارة عن دراجة نارية مزودة بمحرك كهربائي وأربع قواعد مثبت عليها أربع مراوح قادرة على رفعها عن الأرض ونقلها لبضعة كيلومترات، أما وزنها فيصل إلى 150 كيلوغرام. أما من برلين وعلى هامش مشاركتها في معرض إيفا 2017، كشفت شركة لينوفو الصينية عن هاتفها الجديد موتو إكس 4 والذي يأتي بمجموعة من المواصفات تجعله يندرج ضمن هواتف الفئة المتوسطة. ويحتوي الهاتف على شاشة بحجم 5.2 بوصات تبلغ دقتها 1080 بيكسل، بالإضافة إلى معالج من نوع سناب دراجون 660 متوسط الأداء، ومدعوم بذاكرة وصول عشوائية بسعة 3 أو 4 جيجا بايت، مع مساحة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجا بايت. نشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، ونبدأها بكليب للفنان أكرم السند غنيت لك يا وطن. سمية يوتيوبر يمنية
رحالة ستقدم فيديوهات تحكي فيها عن سفراتها ومغامراتها. نشوف سمية في أحد فيديوهاتها. سلام، اسمي سمية وأنا رحالة يمنية، لكن طريقة سفري مختلفة شوية. خلينا نقول أننا بنسافر مثل الطريقة القديمة، لما قبل ما يكون في إنترنت، قبل ما تقدر تبحث على الأماكن الذي تسير لها. بس في دولة معينة تسير لها، أخذ my backpack there وأمشي. وعلى الطريق تتعرف على ناس، ولما أجلس ما بجلس يعني في هوتيلز، لما أخذ مواصلات بنحاول قدر المستطاع أن أنا أخذ free rides، لأنه السفر بعد الطريقة قوي exciting بالنسبة لي، وفي عنصر المفاجأة دائما ما تتوقعش إيش الذي يحصل، وكمان لأننا محيرفة أنا مش معي زلط. فبدأت أسافر وأسوي هذه الرحلات في تركيا. رحت تقريبا أكثر من 30 مدينة بنفس هذه الطريقة، وهذه أول مرة لي أمشي خارج تركيا وخارج اليمن كمان. رحلة إلى أندونيسيا solo traveling. وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم الفنان ريدان الأبارع. اهلا وسهلا فيك ريدان. اهلا وسهلا فيكم طاقم قناة بلقيس جميعا ان شاء الله. الله يخليك، جاهز الأسئلة؟ ان شاء الله. نبدا كالعادة، اوصف نفسك بكلمة. حاليا ممكن نهم طموح. طموح. لحظة سعادة عشتها؟ لحظة سعادة اهمها يعني لما تجتمع العائلة في اجتمعت في عرس عيل عمي في الحليقة قبل 3 سنوات. كانت كل الأسرة مجتمعة. جميل. طيب شخصية داعمة لك؟ بالتأكيد الوالدين بشكل عام، وبرضو عمي مفضل وابنه تميم. الله يخليهم لك. أكثر انتقاد يوصلك؟ صوتك مش واضح. إيش يعني صوتك مش واضح؟ يعني خارج الحروف اهتم فيها، درب عليها. طيب نعم. بالنسبة لوقت فراغك كيف تقضيه؟ والله وقت الفراغ إذا ما فيش عمل أو مذاكرة، إما الفيسبوك أو أخرج أنا وأصحابي اللي صنعنا. ها، بالتالي أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ الفيسبوك أكيد الوحيدة. جميل. طيب عائق استطعت تخطيه؟ عائق استطعت تخطيه في كتاب لي فيه 6 سنوات، مش راضي أكمله لأنه الكتاب حلو، فهذه قبل 40-50 أيام خلصت إن شاء الله. أعطينا اسم الكتاب. دعي القلق وابدأ الحياة، ديل كارنيجي. جميل. طيب كلمة لا تحب سماعها؟ فلان توفي أو مات. كلمنا عن بداياتك في الغناء. بدايتي كانت في 2008 تقريبا في
لما تم انتاج البوم يعني بارق النور كوكبة من الفنانين الفنانين ريما، من ضمنهم صالح المزلم والعزيز المصوري حفظ الله العزيز، كنت من ضمنهم وكانت اول بداياتي. جميل. بالعاده الفنانين والضيوف حقنا يقولون بداياتهم كانت بالغناء في المدرسه، انت بدات أبداً. بعد ربما ابدا ما لمست المدرسه ولا جامعه ولا اي مكان. طيب اول اغنيه كانت لك؟ هي الاغنيه فاد الصب، كانت في حب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ضمن الالبوم هذا البارق النور. جميل. طيب عمل فخور به؟ عمل فخور به من ناحيه الرساله كان العمل الاخير اللي هو رمضان، لانه كان لازم يعني واحد يخرج يتكلم على الرساله الموجوده، يعني خصوصا ان الوطن في الوضع الراهن كان يعاني من الفقر الزائد، يعني في ناس كانوا يموتوا من التعفف في المنازل، يعني كان لابد ان احنا ننتج عمل نتكلم فيه عن انه لا ينسى الفقراء من الخير، يعني في شر الخير. جميل. طيب اول كليب لك؟ اول كليب كان وطني، كان تحدي بيني وبين عمي، جهز الكلمات والالحان وانا علي الباقي. جميل. ثم خلال نعم التحدي. طيب فنان تتمنى مقابلته؟ فنان يمكن في واحد مش معروف عندكم، يمكن محمد العمري اسمه، بس يعني الحانه يعني حاجه ما حصلتش. محمد ايش اسمه؟ مش محمد العمري. العمري بنبحث وبندور ونتوصل له ان شاء الله. طيب شهاده تعتز بها؟ شهاده الاستاذ حفظ الله العزيزي، شهاده كثير بصوتي، يعني في وقت كان حد يعني يدعمني ذاك الوقت، كان هو المؤمن يعني الذي خلاني برضو اؤمن ان في حد. جميل. طيب عندك مشاركات خارجيه؟ مشاركات الخارجيه لا حاليا لا، بس ممكن حاليا في المستقبل يعني. تمام جميل ان شاء الله. طيب اللون الغنائي اللي تفضله؟ من الالوان الغنائيه اليمنيه؟ ممكن والله الالوان كل لون غنائي يتميز بشيء، كلها الوان حلوه، بس من ناحيه الغناء انا كنت مدمن يعني في فتره من فترات الطفوله على اغاني الشيخ امام اللي كان لي سمعها لنا الوالد، وهو كان عندما كان يدرس الاردن يعني. جميل. عاد بكاسيتات وكان يسمعنا وكنا نغني مع بعض. جميل. طيب نهايه اللقاء تسمعنا منه. تمام نستمر. طيب لو عرض عليك دويتو مع من تحب يكون؟ يمكن مع الفنان الاردني محمد بشار. جميل. نظرا لوجود عدد كبير من المنشدين والمغنيين اليمنيين، ايش اللي ممكن يخليك تتميز بينهم؟ والله ممكن انا اهم شيء عندي في الـ في الـ في, الـ في الـ الانشاد يعني الكلمات اهم شيء. جميل. اذا الكلمات كويسه، لانه الكلمات هي نص اكثر واكثر بالنص العمل، يعني انه اصبحت الكلمات اغلب المغني والفنان ما يهتمش بالكلمات فقط، لحن كويس دعم كويس وخلاص. تمام. ريدان، الفن بالنسبه لك رساله ام هوايه واستغلال موهبه فقط؟ حاليا هوايه وصل من خلالها رساله اكيد يعني، لكن حاليا يعني لست محترفا يعني لكي اقول انها رساله، يعني اودي رساله كبيره في الفن حاليا. هوايه. تمام. نعم. ماذا عن اعمالك ومشاريعك الفنيه القادمه؟ والله في اعمال طي الكتمان، افضل ان ابقيها كذلك زي ما تحب. ماذا عن طموحك الشخصي؟ والله طموحي الشخصي احقق كل الاحلام التي هي الان في بالي، من ضمنها اكيد ان انا اخلص التوفل ان شاء الله بعد شهر شهرين ان شاء الله اذا خلصت. بالتوفيق. وبرضو ان شاء الله والكمبيوتر يعني. جميل. طيب ريدان ايش تحب تسمعنا في نهايه اللقاء؟ هذه يمكن اسمعكم هذا اللي هو الحق الفنان محمد امام. تفضل. يا ولدي لا تبكي فاحزان الصغر تمضي كالحلم مع الفجر، وقريبا تكبر يا ولدي وتريد الدمع فلا يجري. يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي
انفجرت أمطار معانا وغطى البرد شوارعنا، فالدفء يعمر أضلاعنا ولهيب الأرض بنا يسري. يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي. جميل ريدان، شكرا لك ريدان. كان معنا الفنان ريدان الأبارة، نتمنى لك كل التوفيق، شكرا لك. كل التوفيق لكم وشكرا لطاقم العمل من ضمنهم عبد الرقيب وأستاذ إلهام وأنت كذلك أيضا. شكرا لك. لا أنسى نضال الشبان. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم أنا أفنان تركال، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم، إلى اللقاء. من فين عيد؟ من البداية لمو؟نقول اهلا وسهلا فيك يا فوزي. فوزي مره ثانيه قلت فوزي. انا داريه، قلت لكم انا داريه انا داريه داريه، بعدين قلت فوزي.